أهلا بيكو، حلقة جديدة من برنامج إيدي في إيدك عبر إذاعة مركيف راديو. السعادة بتختلف باختلاف الأعمار، ففي العشرينات هي الحب، وقيل إن في الأربعينات هي الطموح، وفي الستينات هي المجد. فالحياة منتظمة لدرجة إنكم لا تجدوا شخصا يسعى دائما وراء نوع واحد من السعادة حتى مماته. يسعدني ويشرفني أنه يرافقني النهاردة في هذه الحلقة وهي أستاذة دينا عاطف، خبيرة التنمية البشرية واستشاري العلاقات الأسرية والباحثة في شؤون المرأة. أهلا بيك، نورتيني وشرفتيني أستاذة دينا. ليه بقى الأمان غايب عن بيوتنا؟ أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة وقام، برحم بحضرتك وكل مشاهدين راديو موركي. شرفت جدا بحضرتك، سؤال مهم جدا، يعني بشكر حضرتك عليه. وهو ليه ما بقاش في امان؟ ما بقاش في امان في بيوتنا علشان كل واحد ضمن التاني، كل واحد ضمن ان التاني موجود، فللاسف ما بقاش في امان. لذلك احنا بنقلف النعم، كل واحد ضمن التاني في حياته، فاصبح ما فيش امان في الحياه الزوجيه. يا ترى ايه سبب انبهار البدايات هي اللي بتكون أصلاً ألم النهايات من وجهة نظر حضرتك؟ طبعاً البدايات هي اللي بتودينا في دهية. فكان في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول كل خاطب كذاب. في البداية كل بيكذب وبيبين أفضل ما عنده، وبعدين طبعاً بعد كده بيبقى في انبهار، كل واحد بيحاول يظهر أفضل ما عنده. وبعد كده لما بنكون مع بعض وبيتقفل علينا باب واحد، فكل واحد بيظهر السلبيات اللي فيه، بتكون حياة طبيعية، كل واحد بيخلع القناع اللي كان بيتعامل بيه مع الآخر. لذلك هنا بتكون الصدمة. فدايما كلنا للأسف الشديد يا أستاذة وقام بنقع في انبهار البدايات، ودايما الشخص النرجسي بيكون من الأشخاص اللي كدابين جدا، اللي بيكون معاه في العلاقة بيكون مظلوم لأنه بيكون خادع جدا جدا. ولكن للأسف بعد الجواز بتظهر أعراض النرجسية المدمرة. متى يصبح التخلي قوة مش ضعف في حياة الإنسان؟ التخلي يكون قوة وقت ما أكون أنا موجودة مع شخص نرجسي. الشخص ده هيدمرني وهيدمر حياتي، وشخص مريض نفسيا، ففي الوقت ده بيكون التخلي قوة لأني بنجو بنفسي من حياتي مع شخص نرجسي مريض يحتاج إلى العلاج. حاولت مرة واثنين وثلاثة واربعة أني أنصحه بالعلاج وألفت نظره إلى الأشياء التي تدمر نفسيتي، ولكن للأسف الشديد لم يستجيب. فهنا بيكون التخلي قوة في حالات اللي بيكون عايش مع شخص نرجسي أو الشخص المعتاد الخيانة، فهنا بننصح بقرار الطلاق. ولكن لازم يكون في المرأة عندها بديل آخر بعد الطلاق، مكان تعيش فيه وعمل تنفق منه على نفسها وعلى أبنائها إن وجدوا. أستاذة دينا، يعني المرأة إزاي تقدر تساعد نفسها في اتخاذ قرارات مصيرية؟ يعني كتير من الناس سواء كان رجال أو نساء بيبقوا عايشين حياة وهم مش عايشينها، يعني عارفة اللي بسميه بعتبره موت بطيء. ممكن تكون الست خايفة من المجتمع، خايفة من الظروف، فإزاي تساعد نفسها في إن هي تاخد القرار المظبوط؟ المرأة المطلقة هي ليست عرى للمجتمع، هي إنسانة قوية رفضت إن هي تعيش في حياة قاسية مع شخص نرجسي أو شخص مريض نفسيا، فحاولت إن هي تاخد قرار وتنجو بنفسها من الآثار النفسية المدمرة التي كانت يعني قد تدمرها. ده يخليني إن أنا أسأل حضرتك، يعني إزاي المرأة تتخطى الفراغ العاطفي سواء كانت مطلقة أو أرملة؟
المرأة المطلقة والمرأة الأرملة تقدر إن هي تتخطى الفراغ العاطفي بنشغلها بأبنائها برياضة محببة ليها زيك طبعا يا أستاذة وئام. مثال جميل لكل امرأة عندها طموح إن هي تنشغل برياضة محببة، إن هي ترجع تاني لأصحابها بتوع زمان، لحياتها بتاعت زمان، تحاول إن هي تتخطى المشكلة اللي هي بتمر بيها. هل ممكن إن الحب يتحول إلى صداقة والعكس صحيح؟ في الحقيقة صعب إن الحب يتحول إلى صداقة، هي دايما الصداقة بتتحول لحب. في بعض الناس بيكونوا بعد الطلاق وبعد الانفصال بيحاولوا إن هم يكونوا مع بعض كأصدقاء، ولكن بيكون من الصعب دايما الحنين إلى الماضي والذكريات الجميلة بنبدأ هنا نفتكرها، فمن الصعب جدا إن تتحول الحب إلى صداقة، ولكن لازم يكون في احترام ويكون في تقدير، وخاصة بعد الطلاق ولو في أولاد لازم يكون في اتصال علشان الأولاد والأبناء ملهمش أي ذنب، وحاول إن أنا ما جيبش سيرة أبوهم بأشياء سيئة علشان نفسيتهم. فمش ممكن يتحول إلى صداقة، ولكن الاحترام مهم. الصداقة بين الرجل والمرأة يعني من الأمور اللي تعتبر يعني مستحدثة حديثا في عاداتنا وتقاليدنا وحياتنا الاجتماعية. اللي أنا بستغربه إن كل الرجالة بلا استثناء لما تيجي تسأليهم أنت تقبل إن بنتك أو مراتك أو أختك يبقى عندها صديق، يقولك لا طبعا، في حين إن هو في نفس الوقت يجي يقولك صديقتي فلانة وصديقتي علانة. والجدير بالذكر ان كمان المرأة بتبقى فاهمة وعارفة ده كويس، ومع ذلك بتستمر في مسمى الصداقة بينها وبين الرجل. ايه رأي حضرتك في هذا الكلام؟ الصداقة بين الرجل والمرأة، الموضوع ده موضوع يعني يكاد يكون هو موضوع العصر دلوقتي. كل واحد في مجال شغله يجي يقولك ايه دي صديقتي، او واحدة تيجي في شغلها تقولك ده صديقي. طب اصلا في حاجة اسمها صداقة بين الرجل والمرأة؟ ما فيش حاجة اسمها صداقة بين الرجل والمرأة. المرأة لو قالت احنا اصدقاء، الرجل اوكي احنا اصدقاء، طب لو في حاجة تانية اوكي. فهي الست هي اللي بتحدد شكل العلاقة مع الرجل سواء صداقة أو غير صداقة. فوقت ما الست بتفتح للرجل إن في صداقة بينه وبينها، فهنا بتبدأ النقطة الفاصلة، بيفضل على أهبة الاستعداد يستعد لما يحدث بعد موضوع الصداقة. بالرغم ان هو لو هو بيتكلم ويقولك دي صديقتي ودول اصدقائي في العمل وصديقاتي وكده، لو انت جيتي بقى تقولي له طب ينفع مراتك يبقى لها اصدقاء في العمل؟ هيرد يقولك نعم، لا طبعا ما ينفعش يكون لها اصدقاء. طب انت ترضى ان مراتك تتكلم مع راجل وتحكي له المشاكل اللي انتوا بتمروا بيها ويفضفضوا مع بعض بحكم الصداقة؟ هيرد يقولك لا طبعا انا ما اقبلش ده. طيب لو انت هتقولي له انت ممكن يعني انت عندك اصدقاء على الفيسبوك ومواقع السوشيال ميديا، اقولك اه طبعا ده اصدقائي عادي صديقاتي. طيب انت تقبل ان مراتك يكون عندها وتكلم يعني صداق تعمل صداقات مع رجال وتتكلم وتدردش وتحكي الاسرار مع شخص اخر وبحكم الصداقة او الزمالة في العمل؟ هيرد يقولك لا طبعا. طب اذا انت ازاي بتقبل ان انت يكون عندك صديقات من النساء وانت ما تقبلش ان زوجتك يكون عندها صداقات؟ يبقى انت اصلا مش مقتنع من الاساس. يبقى مفيش حاجة اسمها صداقة بين الرجل والمرأة، لان يعني ده بيتطور بعد كده لحاجات تانية خالص يعني. فمفيش حاجة اسمها صداقة بين الرجل والست،
وانتي ازاي عارفة ان انتي لو جيت سألتيه وقلت له انت تقبل ان زوجتك يكون لها اصدقاء من الرجالة او زمايلها في العمل يكونوا اصدقاء، هيرد يقولك لا، يبقى انتي ليه تحطي نفسك في الموضوع ده وتقبلي على نفسك ده. الزوجة الثانية، يعني دي برضو قضية من القضايا المهمة واللي بتؤرق يعني أو بتخرب بيوت كتير أو بتسبب فيه مشاكل كثير من البيوت. خلينا نفصل في البداية ونقول إن الزواج الثاني له اعتبارات وله شروط وله قيود وله أسبابه، ده في حالات. أما في حالات أخرى اللي هو بقى بيبقى واحد عايز بقى يعيش حياته ويجرب هنا، بندخل بقى في منحنى آخر ليس لم تكن مبررة. رسالتك إيه للزوجة الثانية، وخاصة إذا كان مفيش أسباب قهرية أو جوهرية تجعل أن هذا الرجل يتزوج بأخرى؟ كتير من الستات يعني نقول الله يهديهم تبقى مثلا شايفة واحد ومراته وتلاقيها لا يعني ليه هو يبقى سعيد ومعاها، وطب ليه ما يبقاش معايا، وتبتدي ان هي بقى ايه الشيطان يسول لها نفسها بان هي تبتدي تلعب عليه وتحاول ان هي تجتذبه ناحيتها وتخرب الدنيا وتخرب البيت. في حين كمان عايزة اقول لحضرتك انه لما بتيجي تتجوز هذا الانسان ولو فكر ان هو يتجوز غيرها بتقلب الدنيا متقعدهاش، يعني حتى ما بتقبلش ان اللي عملته في غيرها تدوق من نفس الكاس. ايه رأي حضرتك؟ رسالتك ليها تقولي لها ايه؟ الزوجة التانية مش دايما بتكون خطافة الرجالة، يعني ساعات بيكون في اوقات يعني بيكون الزوجة الاولى عندها مشكلة او عندها يعني حاجة، فالزوج بيضطر وحاول جاهدا ان هو يوصل لحلول مع زوجته الاولى، ولكن ما فيش امل فبيضطر ان هو يتجوز الزواج التاني. لكن في بعض الرجالة بيكون حياتهم مستقرة ومع بعض الزميلات في العمل، فتيجي بقى هنا بقى اللي هي خطفت الرجالة تحطوا هدف قدامها ان هي لازم تخرب بيته وتبقى مستقطرة على مراته العيشة اللي هي عايشاها، وتقول طب وانا ليه ما خربش بيته واجوزه، ما بتفكرش ان هي ممكن يجي لها اليوم اللي تدوق من نفس الكاس. بيبقى عندها وبالنسبة لها عادي ان هي تبني بيتها على انقاض بيت اخر اتهدم، ما بتفكرش ان هي ممكن في يوم من الايام جوزها يتجوز عليها زي ما اتجوز على مراته الاولى. وطبيعي اي راجل بيروح يتجوز على مراته اكيد بيطلع فيها القطط الفطسانة، يعني اكيد بيقول هي وحشة وهي عندها وعندها وعندها، ما اكيد مش هيقول هي ملاك بريء طاهر وانا رايح اتجوز عليها. فبلاش تبني يعني سعادتك على تعاسة الاخرين، وحطي نفسك مكان البيت اللي هيتهدم ده، وعندك حلول اخرى. يعني الخيانة حالة من حالات الاعتمادية، فهي بتحاول تخليه يعتمد عليها وتجيب له الفطار الصبح ودايما تظهر له العيوب والسلبيات اللي ممكن تكون موجودة في مراته. بيكون هو طبعا حكي لها حكاية، ده مراتي مثلا ما بتعمليش فطار الصبح، ده مراتي ما عملتليش مش عارف ايه، فتقوم مستغلية الثغرات دي وتدخل هي من المنطلق ده لحد لما تجيبه وتوقعه وتكون سبب في خراب وهدم بيت اخر، وتعيش هي ظنا منها ان هي هتعيش مرتاحة ومبسوطة بعد ما خربت بيت واحدة تانية. فحاولي ان انت تنقي بنفسك، وكمان فكري بنفسك، انت هتعيشي بنص قلب بنص روح بنص رجل، هيكون في اولويات اخرى، فليه تقبلي بده؟ ففكري مليون مرة وبعدي عن الرجل المتجوز. شكرا ليكي أستاذة دينا على وقتك الثمين وعلى ان انت شرفتينا ونورتينا النهاردة في برنامج ايدي في ايدك. بشكر حضرتك جدا أستاذة وقام على اللقاء الجميل ده، وبشكر السادة المشاهدين، وإن شاء الله يا رب يكونوا استفادوا من حلقتنا النهاردة، وبشكر حضرتك جدا. ثم الطريقة واحدة لتجنب الشعور بالحزن، ألا وهي أن تشغل نفسك لدرجة ألا يكون لديك وقت فراغ
وتسأل في نفسك عما إذا كنت سعيدا أم لا. بهذه الكلمات أشكركم على حسن متابعتكم لينا، وأراكم إن شاء الله الحلقة المقبلة. لكم مني أرق التحية، أسعد الله حياتكم، إلى اللقاء.